بعدما ازدادت هذه الظاهرة، حيث يستمر مسلسل اختفاء القبطيات في ظل تواطؤ وغموض أمني ملحوظ، تفاقمت هذه الأزمة وصارت المشكلة من تضخمها مربكة جدا. لا نستطيع أن نلاحق الأحداث بعد هذا التعداد والكم الكبير من القبطيات الذين اختفوا بسيناريوهات مختلفة على مدار الأسابيع والشهور الماضية. ما زالت محافظة المنيا تحتل المركز الأول في هذه الظاهرة، وبالرغم من التواطؤ الأمني على الجانب الآخر، هناك صمت حكومي وصمت كنسي على هذه الظاهرة. هناك أيضا يعني آخر هذه الظاهرة كانت اختفاء إنجي محسب حبيب، سنها 19 سنة، أو دعونا نقول خطف، لأنه تم تقديم محضر خطف عنها من قرية بني علي بمركز بني مزار من محافظة المنيا. إنجي محسب حبيب سنها 19 سنة. معنا على التليفون أحد أقارب أسرتها، الأستاذ روماني معوض. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا سهان، أهلا بحضرتك. بتحكي لنا إيه اللي حصل مع إنجي لو سمحت؟ إنجي كانت يوم 11 في الشهر الساعة 3:30 العصر، كانت بتتغدى عند والدتها، ورن عليها أخو زوجها قال لها تعالى عشان نروح يشتري الشبكة بتاعته. ركب التوك توك وإيه وراحت البيت، التليفون اتقفل، فضل يدور عليها بالليل، اختفت في التوك توك واتقفل التليفون ومحدش يعرف تتبع ليها. ايوه. وبعدين قمنا ورحنا عملنا محضر اختفاء ليها، وقامت التحريات بس ما كانش في نتيجه لان ما كناش نعرف حاجه. فالمهم عرفنا شكوك حوالين واحد اسمه مصطفى احمد علي عبد اللطيف. ايوه. من نفس القريه. مختفي في نفس القريه. من نفس اليوم. وفتح ورشة توك توك، وعندهم توك توك، بس الله أعلم إذا كان التوك توك اللي ركبته هل بتاعها أو غيره، الله أعلم. أيوه. دي اسمح لي بس اسمح لي أنبه على السادة المشاهدين إن دي صورة المدعو مصطفى أحمد علي عبد اللطيف من نفس القرية، قرية بني علي مركز بني مزار، وهو المتهم حتى الآن بخطفها، مظبوط؟ رحنا قدمنا اسمه في المركز وطلعنا على النيابة، طلبوا استدعاءه واستجوابه وتحريات المباحث. ايوه. بس كده يا فندم. تمام. طيب يعني اللي اكتشفناه انه بينتمي لبعض الجماعات في قريته، وان هذه القرية معروف يعني ان في عناصر متشددة كتير. الله اعلم يا فندم، انا كون اني انتمي الجماعات الله اعلم، ابتزاز الله اعلم، بس هي بتجينا تليفونات بالليل من ارقام مش مسجلة، اللي يقول مثلا انا عايز 50,000 واجيبها لكم كده، نحاول نتبع الرقم نلاقيه اتقفل وما نعرفلوش اساس. ايوه. بس يا فندم في اعتقاد الامن الوطني في اعتقاد حضرتك، هل هذه المكالمات اللي بتطالب بفدية هل هي مكالمات جادة ولا غير جادة؟ الله اعلم يا فندم، ما احنا مش عارفين، ما نعرفش نتكلم معاه تاني. ايوه. بس الامن الوطني مش ساكت ولا المباحث ساكتة. ايوه. حضرتك بتقول والكنيسه برضك بتسال علينا على طول. ايوه. حضرتك بتقول هي مختفيه من يوم 11 يونيو، يعني 6 11/6 الشهر الماضي. وحتى الان ادي لها النهارده 25 يوم. ايوه تمام، 25 يوم. اه طيب، يا ريت حضرتك تفضل معانا على التليفون لو سمحت،
معنا الآن على التليفون أيضا الأستاذ شريف رسمي المحامي والحقوقي القبطي. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ هاني. أهلا بحضرتك. يعني هنا واضح في المحضر أنه محضر خطف، في اتهام بالخطف. هو الأساس كان محضر اختفاء كعادة كل المحاضر، لما بنت من بناتنا أو زوجة من بناتنا بتختفي، ورغم إن بتحوم بعض الشبهات على شاب أو على حد معين، إلا إن لما أسرة المختفية بتروح للقسم يقول لهم لا احنا دلوقتي ما نقدرش نعمل لكم اكثر من محضر اختفاء، وتقولنا بعد 24 ساعه. والاهالي كتر خيرهم، يعني اللي بيحاول يعمل حاجه بيعملها، الا ان في قريه زي قريه بني علي ديت معروف ان هي قريه فيها متشددين كتير جدا، والمسيحيين اقليه، فبالتالي عشان خاطر يتهموا حد بعينه بيبقى الموضوع مخيف بالنسبة لهم، بيتعرضوا لتهديدات، بيتعرضوا للقلق، فبيضطروا ان هم يرضخوا للامر الواقع ويعملوا محضر اختفاء. وزي ما حضرتك عارف ان الاختفاء محضر اداري، انا شخصيا بعتبره كانه محضر اثبات حاجة يعني. عشان كده بنناشد كل الاهالي الحالات ان هو ما يسيبش حقه، طالما عنده اسم محدد وشاكك فيه من حقه القانوني ان هو يتهمه بالاختطاف، ان هو خاطف بنت. ايوه. بنت مختفيه وهو عارف ان دوار خاطفها. ايه اللي يخليه يسكت وايه اللي يخليه يتهاون ويسيب بنته بره بيته بالاسبوع والاثنين والثلاثه والاثنين، يكون اتعمل لها بالبلدي كده غسيل مخ، مش هنخاف يعني نتكلم كلام ونحط النقط على الحروف بقى. سليم. اجبر اللي انا رايح اعمل محضر اقول لا انا عايز اعمل محضر اختطاف. طبعا اللي بيخلي الواحد يتراجع انه ما عنديش اسم، لكن انا عندي اسم. في الحاله بتاعت انجي في واحد اسمه مصطفى. مصطفى دوت من التأمين انه هو خاطفها، طيب خلاص يبقى انا هروح على الاسم اقول انا فلان الفلاني دوت خاطف بنتي. ايا كان اللي موجود في الاسم هيقول لك لا ده دوت اختفاء، لا ده ما اعرفش ايه، لا روح شوف بنتك راحت فين، لا انت عارف بس بتستهبل، لا والله ده اختطاف. جهات التحقيق بقى تتاكد اذا كان اختطاف ولا مش اختطاف. ايوه ده حقيقي. تحاول بقدر الامكان يبقى في ثقافه معرفه القانون وثقافه. انت دلوقتي بتدور على بنتك، هو يا راجل انت وهو فين مخوتك اما انت خايف ان انت تبلغ عن واحد خاطف بنتك؟ ايه المشكلة؟ أنا مش فاهم، يعني إيه أنا خايف أقول لواحد إن هو خاطفها؟ هو مش خاطفها بالفعل. أيوه. يعني إيه هيجي يولعه في بيوتي؟ ما يجي يولعه في البيت، إيه المشكلة يعني؟ أيوه. إيه المشكلة؟ أنا يهون عليا إن أنا رايح مرمي بره بيتي عشان خايف إن بنتي إن يجوا يولعوا لي في بيتي ولا يهددوا لي ولا. دور على حقك، والبلد اللي زي ما بيقولوا بلد ماشية من غير قانون، لا. رومانا هو قدر يمشيها بالقانون، المحضر كان محضر اختفاء وراح حوله لمحضر اختطاف. والدولة ما رفضتش، وانت دلوقتي اصريت على حقك رضخوا لك. ايوه. حضرتك ليس اختفاء. للتأكد هي انجي بالغة، هي فوق سن ال 18. 19 سنة. 19 سنة. كانت ليها احد الاصدقاء اسمها السيده اسماء من غروب مطاي كوم العرب بمحافظه المنيا ايضا. تمام. وكانت السيده اسماء السيده اسماء ادلت وقالت ان يعني هي عارفه ان اللي قام بخطف انجي هو المدعو مصطفى احمد علي عبد اللطيف، لكنها رفضت تقول هذا الكلام للأمن. ما هو دلوقتي اللي حصل تماما ان الناس ما عرفوش بنتهم فين. مع التحريات ومع الاسئله قالوا ان دي اقرب حد ليها.
بالضغط عليها قالت دوت، قالت ان مصطفى دوت في الغالب هو اللي هيكون خطيبها. تمام؟ ايوه. طب يا بنت الحلال تعالي قولي الكلام دوت في الاسم. قالت لك انا واحده ست متجوزه ما اقدرش اعادي حتى اهل البلد عشان البلد كله يعني كله قرايب وحبايب واصحاب وكله في بعضيه. والبلد زي ما قلنا ان هي بلد بتتميز بتشددها، مش هنقول تفرقها. وفي حالات قبل كده حصلت. والخوف الاقباط اللي موجودين في القريه ديت سكتوا. سكتوا. واهل ينجي نفسهم كانوا هيسكتوا في الاول. كانوا هيسكتوا في الاول، خايفين من اهل اسماء وخايفين من اهل مصطفى. أي. خايفين من دول وخايفين من دول. لكن لا يصح الا الصحيح، والحق يرجع طول ما احنا بنطالب بيه. بناتنا غاليين علينا، بناتنا مش هنسيبهم، وحتى لو حصل فيهم ايه هنرجعهم، هيرجعوا لنا. بناتنا يرجعوا لنا. اللي عايزه تمشي بمزاجها الف سلامه، في حريه عقيده. في حريه عقيده، هي حره، لكن يضغط عليها ولا يتعمل لها غسيل مخ ولا تبقى قاصر اقل من 18 سنه ولا واحده ست يبقى في حد يلعب عليها عشان خاطر بالبلد كده ياخد ثمنها، وده بيحصل في جماعات مموله ومعروف طبعا. سليم؟ لا، دوت كلنا هنعرضه. لاي بنت من بناتنا حست انها غلطت او اتضحك عليها ما تخافش، ترجع لنا، ترجع لحضن ابوها وترجع لحضن اخوها، عمره ما هيسيبها. انت اتضحك عليكي، ايه المشكله ان يتضحك عليكي؟ رجاله بشنباته بيتضحك عليها. ايوه. معاك يا استاذ. ايوه، الخطوه اللي جايه ايه؟ هل احنا ما زلنا في انتظار تحريات المباحث؟ اللي عرفته انا دلوقتي من الاستاذ روماني ان طلب تحريات المباحث، وطلبوا الاستاذ مصطفى دوت سليم. واظن ان احنا كده حركنا الماء الراكد، بدل ما كان الموضوع مجرد اختفاء ودوت مش هيحرك السلطات، هتبدا السلطات تتحرك عشان خاطر يعرفوا مصير البنت فين. وخلال الكام يوم اللي جايين دول المفروض ان احنا هنعرف الدنيا كلها فيها ايه. ايوه اكيد. وزي ما حضرتك ذكرت انه يعني كان في اسر اخرى، اسر قبطيه اخرى تعرضوا لنفس المشكله لكن خافوا يتكلموا. الاسره دي كمان حضرتك قلت ان هم في البدايه كانوا خايفين يتكلموا، لكن يعني ما فيش اكبر من خساره العرض والشرف يعني، وما فيش حق هيضيع وراءه مطالب. حضرتك تحب توجه لهم كلمه وتقول لهم ايه؟ بص يا استاذ هاني، احنا بنشارك بسلبيتنا في نشر وانتشار الظاهره دي. دي اصبحت ظاهره هي شغاله في كل الانظمه من ايام السادات مرورا من مبارك لغايه الزمن اللي احنا فيه دوت، والوقت اللي احنا فيه ده بقى من اصعب الاوقات. بنشارك فيه بسلبيتنا وبسكتنا. البنت تبقى مضحوك عليها ومضغوط عليها وتعمل لها غسيل مخ، يقول لك خلاص هنعمل ايه؟ ليه تعمل ايه؟ خليك ايجابي، دافع عن عرضك ودافع عن شرفك بالقانون، ما بقولكش انت تكتب نتريوس وروح دبح وقتل. ايوه. القانون بيقول لك ان انت بنتك اقل من 18 سنه قاصر ما يحقش لها انها تغير دينها. سوى بمزاجها ولا غصب عنها مش هينفع. اما القانون بيمنع التعاملات التجاريه وبعض الشغل القانوني للاقل من 18 سنه، هذه واحده تغير دينها اقل من 18 سنه. يا اما بقى عشان يحصلوا على الموضوع دوت يخفيها الوقت دوت لغايه لما توصل ل 18 سنه. برضه الدوله ليها دور غير المواطن، بس انا بتكلم دلوقتي على الراجل اللي بنته غايبه بره بيته. ما تخافش. الدوله تصفق حتى لو انت حاسس وسامع ان الدنيا كلها ضدك وان الدوله ضدك، لا اعمل على الاقل اللي عليك. اتهم اتهام مباشر اللي انت شايف ان دوت خاطف بنتك. نفس النظام لو ولد برضه. ايوه. المشكله مش مشكله بنات بس، هي البنات بقت ظاهره دلوقتي. ايوه ده حقيقي. ست متجوزه، ست متجوزه بيساعدوها عشان خاطر تسيب جوزها. بتلاقي امكانيات كل الامكانيات مسخره في اتجاه واحد بس عشان خاطر تغير جنها. في حد في
اسمها تعدد ازواج، يعني انت عشان خاطر بتحبي واحد فرضنا بالجدل، انا بتكلم في العموم مش في قضيتنا احنا، يعني بتحب واحد يبقى ببساطه كده هو نغير لها ورقها ونطلقها ونجوزها لا الشريعه، حتى الشريعه الاسلاميه ما بتقولش كده. أي. يعني أي. حتى الشريعه الاسلاميه نفسها ما بتقولش كده، ده انتوا شغالين ضد كل الشرائع بما فيهم الشريعه الاسلاميه نفسها. ايوه نقوم ايجابيين. ايوه من ناحيتين، الاولانيه ان احنا ما نسكتش وندور على اللي لينا وندور على لحمنا وما نخافش من حاجه، وان احنا شغالين بالقانون، طول ما احنا شغالين بعيد عن البلطجه مفيش اي مشكله عندنا. والنقطه الثانيه اللي احب انوه ليها قوي، ان احنا فاتحين ذراعاتنا ولادنا زي ما السيد المسيح له المجد كان فاتح ذراعه للابن الضال والخروف الضال وما قالش لا ده غلط ومش عايزه تاني، وهنفضل الى ما لا نهايه كل بناتنا وكل ولادنا احنا فاتحين لكم ايدينا، واللي اسرته خايف منها يجري على الكنيسة عمرها ما هتقول له لا. ايوه ده حقيقي. لكن يضغط عليك وتخاف وتفضل خايف، لا احنا ما بنخافش، احنا لينا اله سماوي يحمينا من اي شر، لدينا قانون لو تمسكنا بتنفيذه هنجبر اي حد عليه. ده حقيقي. نتمسك بتنفيذ القانون وما نخافش من حد. ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك، واكيد هنتابع هذه المشكلة مع حضرتك الأستاذ شريف رسمي المحامي والحقوقي القبطي، وأشكر أيضا الأستاذ روماني معوض أحد أقارب أسرة الفتاة المخطوفة إنجي محسب حبيب. أحب أن أنا أضيف أيضا أنه إذا كان الخاطف اللي هنحط أمام حضراتكم صورته مصطفى أحمد علي عبد اللطيف، ده اللي متهم بخطف إنجي بالتعاون مع واحدة اسمها السيدة أسماء من داخل القرية، أو هي اللي أدلت وقالت أنه مصطفى هو اللي قام بخطفها باستخدام توك توك صغير كانت استقلته من أمام منزل والدها، ويعني يمكن هي رفضت أن هي تدلي بهذه الأقوال أمام الأمن، لكن العالم كله يعلم الآن حقيقة ما حدث. وإذا كنا في انتظار انتهاء التحريات من المباحث في هذا الشأن، لكن بنحب نطمن الأول أسرتها تقف وتدافع عن أغلى شيء عندك، عن شرفك وعن عرضك، ودايما إذا كان الحق في صفك يعطيك قوة. إذا كنت خايف أو قلقان من المتشددين أو المتطرفين أو المتعصبين أقارب المتهم اللي خطف إنجي، لكن يعني إذا قاموا بأي عمل إجرامي أعتقد أن الإعلام والرأي العام القبطي داخل مصر وخارجها اللي متابع كل هذه القضايا مش قضية إنجي بس، يعني مش هيسكت أمام أي تطور أو أي تواطؤ من الأمن إذا قام ولم يدافع عن هذه الأسرة وعن أقباط هذه القرية. هنعرض أمام حضراتكم تطورات هذا الموضوع في حلقات قادمة كلما جد جديد.